ست ايام على رحيل ايهاب جلال رسميا، ولم يعلن اتحاد الكوره عن معايير وخطه اختيار مدرب منتخب مصر الجديد. الحكايه مش حكايه مين هيدرب، جنسيته ايه وشكله ايه وتاريخه ايه. الحكايه حكايه معايير حقيقيه نعرفها علشان نقول ساعتها ده كان مناسب ولا لا، نجح ولا لا. لكن هنرجع تاني نجيب مدرب بطريقه حديبادي ولا بطريقه ان شاء الله يبقى فيه البركه، ده ما بقاش ينفع. بنقول كده علشان اللي فات ما ماتش ومش هيموت، احنا مش هينسينا اللي حصل الا تطور حقيقي في الفكر حتى لو بنفس الاشخاص. خطه يا ناس الحكايه سهله لو نسخناها من اللي سبقونا، مش هنخترع الذره مثلا.